صحيفة الجريدة مليونية اليوم تتجه نحو القصر، وحمدوك يحذر من الانزلاق نحو الهاوية. وأيضا جاء فيها لجنة الميدان تحدد مسارات مليونية اليوم، ومقاومة الخرطوم تتجه نحو القصر. حمدوك مسيرة الثورة تراجعت وتنذر ببداية الانزلاق نحو الهاوية. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشدد على ضرورة حماية المتظاهرين اليوم. ومن صحيفة الصيحة نتناول البرهان، سنمضي لاستكمال مطلوبات الثورة وإقامة الدولة المدنية المنتخبة. الصحة، معدل انتشار يتجه إلى الجهة الخطرة. وأيضا ضبط شبكات متخصصة في نهب مخازن السلع والأغنام تحت تهديد السلاح. كيانات الشمال ترفض المسار وتطالب بالحكم الذاتي. حمدوك يؤكد التمسك بالعدالة للشهداء ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. المجلس الأعلى لتنسيقية الوسط يهدد بالتصعيد. التغيير، الانقلاب عصف بنموذج الشراكة وتكراره غير مجدٍ. تحذيرات من حدوث ندرة في السلع وانعدام الأدوية. ختاما من صحيفة الصيحة أيضا، بلينكين، ندعو لرفع حالة الطوارئ ومحاسبة مستخدمي القوة المفرطة ضد المدنيين. ننتقل لأخبار اليوم، وجاء فيها الخرطوم تستعد لحشد كبير اليوم في ذكرى ثورة 19 ديسمبر بمشاركة مواكب ولائية. توقف عشرات المخابز العاملة بالدقيق المدعوم، والحكومة تعجز عن سداد ديون المطاحن. البرهان، السودان حريص على الارتقاء بعلاقاته مع قطر لآفاق أكبر. حمدوك، نواجه تراجعا يهدد أمن البلاد وينذر بالانزلاق نحو الهاوية. مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بعد الطبع، وهذه الحلقة الاستثنائية في هذا اليوم الاستثنائي 19 ديسمبر، يوم تاريخي له دلالات كبيرة على مستوى عام 1955 وأيضا على مستوى عام 2018. التاريخ الأول هو إعلان الاستقلال من داخل البرلمان في جلسة 43 التاريخية، والتاريخ الثاني هو ذكرى اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة، وإحياء هذه الذكرى يتزامن مع هذا اليوم. في هذه الحلقة نتناول زوايا مختلفة حول عناوين الصحف، وأيضا طريقة الرصد والاهتمام ببعض العناوين الخاصة بالصحف، إضافة لمقالات خاصة تتعلق بيوم 19 من ديسمبر، إضافة لبيان رئيس الوزراء، وختاما السودان بعيون العالم في هذا التوقيت. معي داخل الاستوديو الأستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد إدريس، مرحبا بك. مرحبا بك كركساوي، وهي مناسبة عبر قناة النيل الأزرق وعبر برنامج بعد الطبع، تحية الجمهور السوداني بمناسبة ذكرى استغلال المجيد وذكرى الثورة، في الذكرى الثالثة للثورة المجيدة. عبركم نهني كل المتابعين والمشاهدين. مرحبا بك. سنتناول في هذه الحلقة كما ذكرت جوانب مختلفة، وأيضا سيكون معي ومعكم ضيوف عبر الهاتف، ولكن سنذهب إلى صحيفة السوداني، وأيضا عنونت عناوين مختلفة فيما يخص حميتي، يعلن عن تعليق اتفاق مسار شرق السودان إلى حين توافق مكونات الإقليم، وأيضا مجلس البيجا يرفض المشاركة في مؤتمر جامع لأهل الشرق بجوبة، وقال نرفض التهديد وسنغلق الشرق إذا لم يلغى المسار. الشعبي يكشف عن ملامح انقلاب جديد على السلطة. أم الشهيد هزاع في حوار مع السوداني، ما بكره حاجة في الدنيا إلا النظام السابق. وأيضا من خلال هذه العناوين التي وردت في صحيفة السوداني تقرير حول 488 صحفيا معتقلا في العالم حاليا ومقتل 46 عام 2021، هذه بعض العناوين التي وردت في صحيفة السوداني.
أستاذ محمد، سأبدأ معك هذه الجولة بمواضيع تخص هذا اليوم التاريخي. دعنا أولا نقف على رصد طريقة كتابة بعض العناوين. اليوم اهتمت أغلب الصحف بالحراك الجماهيري اليوم في ذكرى 19 من ديسمبر تارة، وبالدعوات لخلق أحداث جديدة يتماشى مع المواكب الجماهيرية التي انتظمت طوال الفترة السابقة. كما ركزت الصحف على بعض المواقف التي تخص الأحزاب سواء كانت يسار أو يمين أو وسط. والآن هذه هي بعض العناوين الرئيسة بالخط العريض واللون الأحمر لبعض الصحف. نبدأ من صحيفة اليوم التالي وهي استبقت مواكب اليوم، فولكر يحث الحكومة حرية التعبير. نبدأ بسؤال، ما هو السبب وراء اهتمام اليوم التالي بتصريح فولكر؟ طبعا تصريح فولكر باعتباره رئيس البعثة اليونيتابس، بعثة الأممية الخاصة بدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وهي بعثة الآن يعني تكاد تكون مؤثرة، ومن خلال تصريحات رئيسها بنقرأ المشهد السياسي السوداني، وهو يحث الأطراف على العملية الديمقراطية وسلامة الإجراءات وإطلاق سراح المعتقلين، إعطاء المتظاهرين حقوقهم السلمية في التعبير وغيره. دي من الإشارات المهمة، ولكن يجب الحديث على أهمية أن يكون هذا الأدب السياسي والمبادئ السياسية هي بين السودانيين ذات أنفسهم، ولا تحتاج إلى بوصلة من المجتمع الدولي أيا كان تأثير هذه المكونات. وهو حرص يفترض أن يكون داخل القوى السياسية الحزبية بإعمال مبدأ المؤسسية داخلها ومبدأ الشفافية والممارسة الديمقراطية الحقيقية، ومن ثم منادات طرح هذه الشعارات على مستوى الحياة السياسية عموما. ودعنا في خلال مسيرة البناء الوطني الممتدة من 56 وحتى الآن، أو من 55 حتى العام 2021 ونحن على مشارف 2022، نتحدث عن العقبات والتحديات التي كانت تواجه الاستغلال كمطلب جماهيري احتشد له الآلاف وخرج له الناس، وكان القرار التاريخي من داخل البرلمان السوداني هناك، وحمل اللواء هذا التغيير الزعيم الراحل المقيم إسماعيل الأسهري. فكانت بتواجه نفس المشاكل الآن الموجودة الآن، هي مشاكل تتعلق بالمعونة الأمريكية، بشكل نظام الحكم، بناء هيكل جديد بعد ما تم الجلاء بالنسبة للقوات البريطانية والمصرية، بناء سودنة الوظائف، إقامة دستور دائم ودستور مستقر، بالإضافة إلى الصراع، اشتداد الصراع السياسي بين الأحزاب السياسية الأخرى. الآن نقول ما أشبه الليلة بالبارحة، بعد مضي أعوام يعني 60 عاما من الاستغلال أو يزيد، ونحن لا نزال في نفس هذه النقطة. نحتاج إلى صياغة الدستور، نحتاج إلى تنقية الحياة السياسية، نحتاج لإجماع واتفاق وطني حول مشروع وطني، نحتاج إلى أن نتخلى عن المحن والمنح والغروض ونعتمد على ذاتنا. صحيح ربما العبارة المحن هي المنح نفسها تولد المحن، صحيح. بالتالي الحديث عن بلد مقني بالموارد والمناخات والمشاريع الاقتصادية، الآن نحن نتحدث عن الاكتفاء الذاتي بمثل ما تحدث الآباء والأجداد في بداية الاستغلال. لو رجعنا لهذا التصريح، لتصريح فولكر، يعني من أي زاوية تقرأ تصريحه، خصوصا فيما يخص احترام حرية التعبير في هذا اليوم؟ صحيح، ربما هنالك إجراءات تتعلق بالإجراءات الأمنية المتخذة في داخل ولاية الخرطوم، شكل الحركة، شكل الحراك السياسي، لكن على العموم الآن المتابع للأمر في الشارع العام يلاحظ سهولة ويسر الحركة داخل ولاية الخرطوم، وحرية التعبير مكفولة في وسائل الإعلام، وفي خصوصا أن الحراك يعتمد على الوسائط الإعلامية الحديثة. ومعطيات ومطالبات فولكر هي بالضرورة موجودة، بما في ذلك الحكم المدني والانتقال الديمقراطي وغيره. ودعنا نتحدث أيضا عن التقارير التي خاطب بها فولكر
مجلس الأمن وتحدث عن الاتفاق الذي يعد صفقة رابحة وهي كل الممكن بالنسبة للسودانيين للخروج من الواقع الموجود الآن، يمثل انتقال، يحقق الحكم المدني، يحقق شراكة مستقرة مع المؤسسة الأمنية، يحقق المؤسسة العسكرية، يحقق طيف واسع من السودانيين يشاركوا في هذا في هذه المرحلة، لكن مطالب أيضا أن لا يتجاوز هذا الواقع وهذا الاتفاق طموحات وأحلام وآمال الموجودين في الشارع الذين يخرجون في مواكب منتظمة يطالبون ب أن تكون هذه الشعارات على أرض الواقع، ولكن هنالك أيضا طرف آخر بعيد من هذه الأطروحات ويطالب بفض الشراكة، يطالب بإسقاط الحكومة الموجودة، يعتبر الدكتور عبد الله حمدوك خان دماء الشهداء، لم يكن وفيا لهذه الجموع والجماهير. ولكن الدكتور عبد الله حمدوك ايضا تحدث ربما في بيانه بالامس وتحدث انه مثل هذه المشاريع التي تقوم على الاقصاء وعلى الرفض لكل ما هو مطروح تقوم بجر المرحله الانتقاليه الى الوراء وتمثل متاريس وعقبات في طريق الاصلاح السياسي. استاذنك استاذ محمد الان معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي المحلل السياسي الاستاذ عثمان مرغني، مرحبا بك، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. نتناول في هذا اليوم الاستثنائي يعني مواضيع مختلفة تتعلق بيوم 19 من ديسمبر وهي ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة. وقفنا مع أستاذ محمد إدريس داخل الاستوديو فيما يخص تصريحات فولكر وحثه للحكومة على احترام حرية التعبير. أستاذ عثمان، احتدنا على تصريحات المجتمع الدولي بعد وقوع الأحداث، الآن هذه الخطوة استباقية أم ماذا؟ لا، يعني هو المجتمع الدولي الآن ليس غريبا عن السودان. السيد فولكر هو موجود بصفته ممثل الأمين العام ورئيس البعثة الأممية السياسية في السودان يونا تامس، وهو لديه تفويض ومهام معينة متفق عليها رسميا مع حكومة السودان، وللسودان ممثلين أو يعني جسم لديه التفويض في التواصل مع هذه مع المكتب الأمم المتحدة، فهو وجود رسمي، يعني هو ليس وجود أجنبي بالمعنى الذي يمكن أن يحسب كأنما هو تدخل في شأن الداخل السوداني. وبالتأكيد من مهام السيد فولكر هو تعزيز عملية الانتقال خلال الفترة الانتقالية والتأكد من سلامة الانتقال حتى يصل السودان إلى مرحلة الانتخابات، وكل ذلك يشارك فيه المجتمع الدولي ليس فقط حتى الحكومة السودانية على احترام حقوق الإنسان وغير ذلك، إنما يساهم بالمال. يعني حتى الانتخابات القادمة يفترض أن التمويل الرئيسي هو التمويل من المجتمع الدولي، فإذا الأمر هنا ليس فيه غرابة، بل أن أعتقد أن مثل هذه النصائح وهي احترام حقوق الإنسان هي لمصلحة الحكومة ولمصلحة الشعب السوداني ولمصلحة الدولة السودانية أن تلتفت إلى هذه المعايير، لأنها ليست معايير اختيارية أولا، ولأنها ليست فقط يعني مجرد يعني سلعة كمالية تستهلك لتزيين صورة السودان أمام المجتمع الدولي، هي أصبحت الآن من شروط التعامل مع المجتمع الدولي لتطبيع العلاقات حتى في الجانب الاقتصادي، أن يكون هناك اهتمام بحقوق الإنسان خاصة القضايا التي ترتبط مباشرة بقدرة الإنسان على التعبير، وبالتحديد إنشاء التنظيمات السياسية والحراك السياسي والمظاهرات وحرية التعبير الإعلام. أستاذ عثمان، طيب كيف تنظر لمواكب اليوم التي انطلقت؟ طبعا هذه المواكب مخطط لها منذ فترة طويلة، يعني هي لم تأتي بوقتها، وهذه المواكب لها أهداف معروفة ولها شعارات ولها مطالب، وهي مواكب سلمية تماما. هؤلاء الشباب الذين ينزلون للشارع في كل مرة يتم فيها التخطيط والدعوة لمثل هذه المليونيات هم سلميون جدا، وهم حقيقة يمارسون يعني أرفع درجات التحضر في الحوار السلمي، محاولة دائما التخاطب مع الآخر عن طريق التعبير عن مطلوباتهم بصورة حضارية سلمية، ويجب على الأطراف الأخرى بالتحديد الحكومة أن تستمع إليه بمثل هذا المستوى، بمعنى أن لا يكون هناك أي عمق في التعامل معهم، لأنهم بالتأكيد
كل الذي سيفعلونه يعبرون عن أنفسهم بشتى الطرق، سواء كانت المسيرات أو الاعتصامات أو غيرها، وفي النهاية لن يتضرر أحد ولن تتضرر بلاد من مثل هذا المسلك، بل بالعكس المزيد من هذه الممارسة الديمقراطية يقوي الاستقرار في البلاد ويجعل هناك نظام سياسي قوي جدا قابل للتعاطي مع الشعب، لأن أي نظام سياسي غير قادر على التفاعل مع الشعب وغير قادر على التعاطي بصورة مباشرة مع الشعب هو نظام سياسي ضعيف لن يستمر. لكن النظام السياسي القوي هو الذي يسمع لصوت الجماهير، وهو الذي يرعى حرمات الجماهير، وهو الذي يجعل هناك مساحة واسعة جدا للشعب لكي يعبر عن ذاته. صحيفة تيار عنونت بالأحمر مليونية 19 ديسمبر تحبس الأنفاس. لو وقفنا لسبب اختيار الصحيفة هذه الزاوية، دعوات الحرية والتغيير ولجان المقاومة للخروج للمواكب في هذا اليوم 19 ديسمبر، أو يعني من أي زاوية يعني الوضع الآن ومليونية 19 ديسمبر تحبس الأنفاس؟ هو من زاوية الهواجس والخوف من الدماء، يعني أكثر ما نخشاه نحن في مثل هذه المليونيات أن تكون هناك دماء ولو مقدمة واحدة. هذا الأمر بالنسبة يعني مؤلم جدا، الشباب الذين يعني قتلوا خلال الفترة الماضية، الشباب الذين فقدوا أطرافهم، الشباب الذين يعني تعطلت قدرتهم على الحركة والعيش بصورة طبيعية من أجل لا شيء. فنحن عندما نقول تحبس الأنفاس هو فقط الخوف من أن تتعرض هذه المليونات لأي أعمال عنف، أو أن يكون هناك يعني نوع من أن يكون هناك يعني دماء تسيل بأي صورة من الطرفين. خلينا نتكلم من الطرفين، من الشعب ومن من القوات النظامية. هذا هو الذي يجعل قلق على مثل هذه المليونيات. ونتمنى حتى الآن الحمد لله الأوضاع جيدة جدا، رغم أن هناك عنف في قصر شارع القطر وفي أمام الكوبري المكنبي في الناحية البحري، بمعنى أن هناك إطلاق لقوات القنابل المسيلة للدموع، لكن بعد ذلك حتى الآن ليس هناك أي تقارير عن إصابات، ونتمنى أن لا تحدث أي إصابات، وأن يعني يعبر الشعب عن ويرفع صوته بقدر المستطاع، لكن دون أن يكون هناك أي خسائر على أي مستوى مهما كان، لا في الممتلكات لا في الأرواح ولا في حتى مجرد يعني أن يكون هناك الدموع تسيل على الأرض. نتمنى ذلك. 19 ديسمبر توافد حشود من عدد من الولايات للخرطوم، هذا التوافد ماذا سيضيف للمشهد الآن؟ طبعا بالنسبة هذه ليست جديدة، يعني في أكتوبر مظاهرات 21 أكتوبر 1964 يعني كان شاركت فيها الولايات، ومشهور جدا قطار كسلة أول من ابتدع حكاية القطار الذي يأتي من الولايات إلى الخرطوم كانت كسلة، قطار كسلة عندما كان القطار يصل كسلة. شوف الزمن تغير كيف، حتى الآن ليس هناك حتى قطار يصل كسلة، لكن قطار كسلة كان مشهور معروف جدا. فالولايات مشاركتها في الأحداث في الخرطوم هي كثيرة ومتعددة، بل بالعكس ربما أخذ نأخذ يعني قمة المشاركة من الأطراف والولايات كانت في معارك القائد محمد أحمد المهدي رحمه الله في مواجهة الاستعمار في القرن 19. كان التحرك كله من الولايات، والولايات التي فعلا شكلت الجيش الذي فتح الخرطوم في النهاية، فهذا وضع طبيعي جدا. الآن هناك مشاركة من الولايات، رغم أن المشاركة رمزية بالمناسبة، الأعداد التي أتت من الولايات قياسا بالأعداد التي تحركت من العاصمة قليلة، لكن هناك مشاركات رمزية نوعية، أن يتحرك مثلا سائر من سنار سيرا على الأقدام، أن يتحرك رجل يعني كبير والد أحد الشهداء من أربجي إلى الخرطوم، أن يتحرك شباب من عبرة إلى الخرطوم سيرا على الأقدام. هذه مشاركات رمزية نوعية لكن ترفع الروح المعنوية. طيب الأثر المتوقع بعد المليونية حسب توقعاتك؟ والله هذا هو السؤال المهم جدا جدا. يعني أنا شخصيا لا أتمنى أن تكون مليونيات هتاف وتعود يعود الشعب إلى قواعده سالما فقط، يعني نتمنى أن يعود سالما، لكن نتمنى دائما أن يكون هناك تغيير، يعني أن تحدث تغيير على الأرض أولا، وهذه مهمة جدا.
هو دائما تغيير ايجابي. اي تغيير ياتي من الشعب هو تغيير ايجابي. وبعدين بالمناسبه ودي نقطه مهمه جدا، عندما يتعود الشعب ان يخرج ويعبر بصوره سلميه عن صوته ويجد ان هناك استجابه لهذا الصوت، هذا يرفع من قدرات الشعب في التعاطي بصوره حضاريه جدا. يعني هذا يمنع نزوات القتال والعنف واللجوء الى السلاح كما حدث في بعض دول الربيع العربي. الشعوب التي تخرج وتهتف وتقيم المظاهرات والمليونيات وتجد استجابه، هذه شعوب متحضره ترتفع بعد ذلك قدرتها على التعاطي السياسي، بدلا من ان يكون هناك تعاطي بالعنف كما يحدث عند بعض الشعوب الاخرى. نتمنى ان يكون هناك استجابه، يعني هؤلاء الشباب والله يستحقون ليس فقط ان يصلوا الى ابواب القصر الجمهوري، يستحقون ان يستضافوا داخل القصر الجمهوري جوا، وان يستمع اليهم، يستمع لصوتهم ماذا يريدون، وان يستجاب لكل ما هم يريدونه. في النهايه مصلحه الوطن، مصلحه الجميع. استاذ عثمان مرغني، شكرا جزيلا لوجودك معنا عبر الهاتف، ونحن ايضا نتمنى سلامه الجميع. اعود اليك استاذ محمد ادريس فيما يخص ذات النقطه، المواكب اليوم، المواكب التي انطلقت اليوم. استاذ عثمان تحدث عن ابرز المخاوف وايضا تمنى سلامه الجميع، وتحدث عن ضروره الاستجابه للمطالب. كيف تنظر لضروره الاستجابه للمطالب؟ طبعا شيء مهم الاستجابه لمطالب الشارع، وصياغه مشروع حوار يتم مع المجموعه الموجوده في الشارع من فئات الشعب السوداني المختلفه، على ان يكون هذا الحوار مبني على استجابه ورغبه من الجانبين واراده سياسيه حقيقيه لاستيعاب هذه الاطروحات الموجوده على الشارع، خصوصا وانه ليس هنالك فجوه كبيرة بين مطالب الشارع وبين ما هو موجود في الإعلان السياسي أو الاتفاق بين عبد الفتاح البرهان وبين الدكتور عبد الله حمدوك. مطالب تتعلق بتحسين أوضاع المعيشة، تتعلق بالانتقال الديمقراطي، توفير حقوق حق التعبير، حرية التنظيم، كل هذه المسائل، استكمال هياكل السلطة، إكمال المكونات الحكومة، تكوين حكومة مدنية من التكنوقراط، كل هذه المطالب لا أظن أن هنالك فجوة بين ما هو مطروح في الاتفاق وبين ما تطالب به الجماهير الموجودة على الشارع، ولكن هنالك تباين واختلاف في وجهات النظر في تقديم بند أو قضية على أخرى. هذه ليست إشكالية، الإشكالية أنه أن ينظر إلى هذا الحراك أنه غير مؤثر وغير موجود أو لا يجب الغفز عليه صراحة. هذا الحراك الموجود على الشارع هو حراك مهم، ويجب أن يكون هو المشروع السياسي للحكومة التي الآن على رئاستها الدكتور عبد الله حمدوك. صحيح هناك ليس حكومة تنفيذية، ولكن تكون هذه الأطروحات يعني مشروع عمل للبرنامج الحكومة القادمة، أن تبلور هذه الأفكار وهذه المشروعات إلى أفكار وإلى بنود واقعية تلامس احتياجات الناس. إذا حاولت المجموعة الدكتور عبد الله حمدوك أن تتجاوز هذه الحراك، وارى انه هنالك استجابه، يعني شاعرين انه في خطابات الدكتور عبد الله حمدوك يوجد اهتمام بهذا الشارع، يوجد خطاب موجه انه انا عندما عدت الى الحكومه وعندما وقعت الاتفاق لحقن الدماء، لحفظ دماء السودانيين، للمحافظه على مكتسبات الثوره. طيب فيما يخص التحوطات الأمنية وحماية وتأمين مظاهرات اليوم، كيف تنظر لخطط التأمين والحماية؟ طبعا هذا شق فيه يلي جانب اللجنة الأمنية، ولكن على المستوى العام يجب أن لا يتم التخوف والتهجس من هكذا حراك. هذه المطالب مطالب ثورية، مطالب طبيعية ينادي بها الشارع، ولكن دائما يكون هنالك تحسب لما هو أسوأ أو لما هو يستقل مثل هذه الحراك ومثل هذه الجماهير والجموع إلى أغراض أو أجندة ليس لديها صلة بحراك الشارع. وأنت تعرف أن هناك مجموعات متفلتة وهناك مجموعات
خارج عن القانون تهدد أمن العاصمة في الأوضاع الطبيعية والعادية، دعك من خروج حشود من مناطق مختلفة، في مشاركة رمزية من ولايات المجاورة للخرطوم والنهر النيل وولاية الجزيرة. فلذلك هنالك تحوطات، ولكن هي بالنظر إلى التحوطات التي كانت توضع في السابق أقل درجة، عدد من الكباري مفتوحة والحركة منسابة بين أضلاع السلاسل العاصمة بين بحري ومدرمان والخرطوم، الاتصالات متواصلة، الكثير من الأشياء التي اعتدنا في السابق على أن تكون من ضمن الاحترازات الأمنية أو من ضمن الإجراءات التي اتخذها الحكومة لم تكن متخذة في هذا اليوم، وحتى الآن يعني يمضي الحراك بسلمية. ودعنا في هذه الجزئية نتحدث عن هذه السلمية والاستمرارية والقدرة على المواصلة في هذا الجيل الذي كان يحسبه البعض أنه ليس لديه سياسة وليس لديه قدرة على التعبير وليس لديه برنامج وطني، بالذات الفئة العمرية ما بين 15 حتى 40 عاما، وهذه أثبتت أنها يعني تحمل الكثير من هموم الوطن. فجرت الثورة في بداية الحراك ثم استمرت بذات التنظيم بذات الحضور بذات الألق حتى مواكب اليوم. نتجه لعنوان رئيس آخر في صحيفة الجريدة في يونية اليوم، تتجه نحو القصر وحمدوك يحذر من الانزلاق نحو الهاوية. من خلال هذا العنوان يعني أود أن أعرف رأيك لسبب اختيار صحيفة الجريدة هذا العنوان فيما يخص مليونية اليوم تتجه نحو القصر وحمدوك يحذر من الانزلاق نحو الهاوية. صحيح، يعني دعبت الحكومة الحالية والحكومة السابقة في عندها يكون هنالك حراك تكون هنالك تخوفات وهواجس من أن يؤدي هذا الحراك إلى انزلاق أمني وهكذا. طبعا في ظل الوضع الأمنية المعروفة في السودان وفي ظل وجود الأشكال من الجيوش المختلفة، وجود مهددات أمنية كثيرة، وجود أحداث أحيانا تخرج عن النطاق السلمية وإن كانت هي محدودة، ولكن استمرار الحراك في الشارع واستمرار التعنت بعد القوى السياسية ربما هو يقصد الدكتور عبد الله حمدوك، هذا الأمر يجعل من الأمر الاتفاق أو الإنجاز مهمة الفترة الانتقالية من العسير. ذلك يفتح السيناريوهات لاحتمالات قد تكون غير معلومة. يعني انقسام القوى السياسية يأتي في مصلحة من؟ هو انقسام القوى السياسية للأسف الشديد يأتي في غير مصلحة البلد، لأنه عدم وجود مشروع وطني واحد يجعل هذه الأحزاب تتفق حول مشروع يجعل من مهمة الاتفاق حول أجندة الفترة الانتقالية على الأقل أمر عسير ومتشابك. في أكثر من فترة تحدث الدكتور عبد الله حمدوك أنه الآن أمامنا تحدي إنجاز الفترة الانتقالية ببرنامج اقتصادي سريع وفوري. هذا البرنامج يستهدف معاش الناس، يستهدف الإعداد للانتخابات، يستهدف قيام العمليات الفنية المرتبطة بالانتخابات، و يعني إدارة الوضع الحالي بشيء من الحكمة وبشيء من الإنجاز اللي بتعلق بالشغل الحالي. طيب الربط بين اختيار المليونية للقصر كوجهة وربط بتصريح السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يعني مع وجود أيضا أعضاء مجلس السيادة في القصر، ما هو السبب؟ طبعا اليوم هو عطلة رسمية، لكن رمزية القصر باعتباره هو مقر الحكومة على الأقل المجلس السيادي، هنالك تخطيط لهذا المليونية أن تكون مركزية، يعني تجتمع في قلب العاصمة في منطقة السوق العربي وتنطلق نحو القصر، بذلك يكون التوجه نحو الهدف من مساحات قريبة قريبة للموقع الاستراتيجي ده، ومن خلاله إرسال رسالة للإعلام وللمجتمع الدولي ولكل المتابعين أن هنالك قدرة على الحركة، هنالك قدرة في حركة في مناطق حساسة وهمة واستراتيجية، وإيصال صورة للحراك بشكله الكبير. هذه من ناحية. من ناحية الثانية، هذا اليوم له رمزية، هو يوم الذي انطلقت فيه الثورة السودانية
بشكل مستمر وبشكل قوي. هي صحيح انطلقت في يوم 12 ويوم 13 ديسمبر في مناطق مختلفة في الدمازين وفي القضارف وفي سنار، ولكن وصلت إلى ذروتها يوم 19 ديسمبر. طيب فيما يخص الهاوية التي تحدث عنها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لماذا كل هذه المخاوف؟ لماذا الوصف بالهاوية؟ صحيح نحن الآن كركساوي في ظل هذا الحراك وفي ظل الوضع السياسي الراهن والوضع الأمني، هنالك الآن فراغ كبير سياسي داخل الحكومة، هنالك مشاكل اقتصادية مرتبطة بالوضع السياسي، والآن شهر ديسمبر على وشك النهاية وليست من سمة تصورات لميزانية الدولة، هل هتعتمد على رسوم إيرادات تعظيم الانتاج المحلي ام هنالك اتصالات بالخارج لتوفير، دعنا نتحدث عن دعم خارجي وغيره. يعني هذه الأزمة السياسية التي تمسك بتل أبيب الوطن هي أخذت وقت طويل، وبالتالي عطلت كثير من أشكال الاستقرار الذي تحتاجه أي حكومة لإنجاز مهمات الرئيسية تتعلق بالخدمات، تتعلق بالتنمية، والتنمية طبعا هي رفاهية بالنسبة لبلد ما مستقر وما متوفر فيه الحاجيات الأساسية والسلع الاستهلاكية. سأعود إليك أستاذ محمد إدريس، ولكن أنتقل معي عبر الهاتف الأستاذ مصطفى الضو لنتحدث ونتناول زوايا مختلفة تتعلق فيما يخص صفحات خاصة ليوم 19 ديسمبر والمآلات. استطلاع أجرته الصحفية أسماء ميكائيل عن توقعات البعض من أصحاب الرأي لهذا اليوم، وتساءلت ما إذا كان يوم 19 ديسمبر احتفاليا فقط أم يوم يحدد فيه مصير السودان المرتقب. نقف عند بعض ما جاء فيه. تحدث القيادي بحزب المؤتمر السوداني أسهري محمد أن اليوم له رمزيته الخاصة، وأيضا توقع أن تكون الحشود كبيرة بسبب تفاعل الولايات الكبير. تابعنا أيضا تنسيقا بين العاصمة والولايات في هذا اليوم. أستاذ مصطفى الضو، تعليقك على هذا الجزء، وأيضا ما هو دافع التنسيق بين الولايات والخرطوم في هذا التوقيت وهذا اليوم؟ نعم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، والتحية لقناة الليل الأزرق ولمعدي البرامج. مرحبا. الحقيقة هذا اليوم طبعا يعتبر يوم رمزي جدا بالنسبة لكل السودانيين، يعني مناسبة عظيمة جدا جدا، واكبت ثورة عظيمة نالت كل الإعجاب من كل العالم، لذلك ليس مستغرب أنه اليوم تخرج كل الجماهير في وقت واحد وبصوت واحد في كل مدن السودان وليس خرطوم فقط. وأعتقد رمزية هذا اليوم ستكون عالقة لأجيال طويلة جدا جدا، وفي نفس الوقت أعتقد أنه أهمية الاستجابة لنداء الشارع مهمة جدا للحكومة القائمة حاليا. يعني هنالك مطالب محددة، هنالك شعارات محددة مرفوعة لها فترة طويلة. اليوم يعني أعتقد أنه الفصل والعودة للقيادة في البلد أن تواكب ما يجري حاليا في الشارع، يعني تعيش مع نبض الشارع حتى لا ينزلق الوطن إلى مآلات أخرى. يعني أبرز المخاوف في هذا اليوم، لماذا كل هذا التخوف الكبير؟ الحقيقة ما في مخاوف، يعني أنا أعتقد أن حتى الأمن كان مستجيب جدا للشيء اللي بيحصل في الشارع، ما كان في انفلات أمني، ما كان في مصادمات، ما كان في عنف واضح. يعني حتى الكباري اللي قفلت تحسبا من أي مخاطر أو من أي لإعاقة الحركة تم فتحها بسلاسة، لم يتم مواجهة الجماهير الهادرة المتجهة العابرة للنيل عبر المدن الثلاثة، يعني لم يحصل صدام. أنا أعتقد أنه برضو النظام الحاكم وعى لذلك يتفادى أي صدام مع الشارع، باعتبار أنه هذا حق دستوري، الحرية متاحة للكل، فهذا تطور ملاحظ ومهم جدا جدا في الساحة السياسية.
طيب الناشط المدني غازي رابح في هذا الخبر وهذه الصفحة الخاصة فيما يخص 19 ديسمبر أوضح في الاستطلاع أن هذه المرة تختلف عن الأخريات، وقال إن التوجه للقصر هو للضغط في اتجاه المطالب ولم يستبعد الاعتصام. تتفق أم تختلف؟ أعتقد ليس هنالك يعني تخطيط مسبق لاعتصام أو للتوجه للقصر، طبعا لرمزية المكان، يعني كانت القيادة العامة هي الموقع المناسب الذي يلجأ إليه كل الثوار باعتباره هو حامل حماة بالنسبة للكل. يعني الآن القصر مفترض يكون متاح كساحة خارجية وليس كدخول للقصر طبعا وليس كاقتحام للقصر يعني. لكن يبقى هنا سؤال أستاذ مصطفى، هل يمتلك القصر وسيلة لتحقيق المطالب، أو دعنا نقول أن القصر سيلبي المطالب؟ والله نتوقع أنه التراكم الحصل في الشارع من 25 أكتوبر وحتى الآن كفيل بأنه يغير اتجاهات الكثيرين، يعني سواء النخبة الحاكمة أو الأحزاب السياسية أو الشارع. يعني الحاصل الآن منذ شهرين تقريبا أو شهر ونص كفيل يعني يغير الكثير من الآراء والكثير من الرؤية والكثير من السياسات القائمة حاليا لتهدئة الشارع، لتهدئة المخاطر، لوقف أي انزلاق للبلد لاستقرار، المزيد من الاستقرار. الثورة بعد كده مفترض هي وصلت لمراحل متقدمة ومحددة، لا بد أنه يعني كسياسيين يستجيبوا لذلك يعني، وده الشيء المطلوب والمتوقع. لم يحصل تغيير إيجابي في اتجاه ما يوحد ويؤمن سلامة الوطن يعني. أستاذ مصطفى الضو، شكرا جزيلا لوجودك معنا عبر الهاتف. شكرا. تحيات. تسلم. كيف تنظر لحديث أستاذ مصطفى الضو؟ طبعا هو حديث يتفق معه اغلب المحللين باعتبار انه هنالك حراك في الشارع يجب الالتفات له، يجب ان تسقي الدوله لهذه المطالبات، هذه الشعارات، هذه الشعارات المعروفه والمطالبات المعروفه، وان لا تتجاهل الحكومه هذه الاصوات، ان تفكر في كيفيه صياغه هذه الافكار وهذه الشعارات في مشروع زي ما قلنا يتوائم ويتلائم مع الاتفاق. الصحيح هنالك قد تكون في آراء متطرفة في هذه المطالبات تنادي بإسقاط الشراكة، تنادي بإسقاط الدكتور حبدوك، تنادي بإسقاط الشراكة مع المؤسسة العسكرية، ولكن بمثل ما جربنا في السابق إنه قيارات الصفرية لا تؤدي إلى نتائج، وبمثل ما جربنا إنه كيف الشراكة غادت البلاد إلى الاستقرار النسبي على الأقل، ولكن من بعد ذلك كانت الإشكالية في مجموعة الأحزاب التي سيطرت على الحكومة من ثم خرجت القرارات التي أصدرها الرئيس المجلس السيادة. نكون عمليين ونتحدث في ضرورة جعل طروحات وشعارات هذا الحراك هي جزء من برنامج الاتفاق وبلورة هذه الشعارات في مشروع يتفق حوله الجميع، ولا بد للجميع أن يكونوا شركاء في هذه الفترة الانتقالية لإنجاز المهمات المرتبطة بمتبقي الفترة الانتقالية. لو وقفنا عند سؤال القصر، هل هو وسيلة لتحقيق المطالب؟ القصر طبعا لرمزيته هو يمثل المؤسسة السيادية في البلد، وهو الذي يمثل المجلس السيادي و خيره، هي الخروج إلى القصر الجمهوري يحمل هذه الرمزية، والمطالبات بتمشي في هذا السياق، لأنه على الأقل الآن غير موجودة حكومة تنفيذية في مجلس الوزراء، فبالتالي وغير موجود مجلس تشريعي، فبالتالي الطريق إلى القصر. ولكن يجب الحديث عن أنه هل مثل هذا الحراك يعني في هذا التوقيت هل يحقق نتائج، ولا الأفضل العمل في صياغات المتاحة الآن من اتفاق، من إعلان سياسي، من مشروع لحوار سياسي بين مختلف المكونات، خصوصا أن الاتفاق يتحدث عن حوار موسع مع كل القوى السياسية، جلوس معها بلورة أفكارها في مشروع متفق حوله. وبالتالي أيضا هذا الحراك بهذا
الزخم بهذا المشاركة هو لديه تأثير، ولكن إذا كان هنالك طريق آخر وإذا كان هنالك مشروع يمكن أن نصل به إلى توافق من خلال الاتفاق الوطني، من خلال دعم جهود الدكتور التي يقودها الدكتور عبد الله حمدوك، فمن الأفضل الاتجاه إلى هذا المخرج. بزاوية أخرى من صحيفة تيار فيما يخص أيضا هذا المقال 19 ديسمبر والمآلات، القيادي بالتحالف الديمقراطي وعضو اللجنة القانونية لتجمع المهنيين حاتم خورشيد انتقد إغلاق الشوارع رغم أهمية اليوم مؤكد على أنه سيكون يوم حاسم رغم الإغلاق. فيما يخص يعني الأسباب التي تستدعى إغلاق الشوارع، هل سيؤثر هذا الإغلاق على أعداد المشاركين أم أنه سيصاعد الأمر في مقبل الدعوات الأخرى؟ طبعا هي الإغلاق بعض الكباري والمنافس ربما لتخوفات ولتصورات أمنية موضوعه في البال، لانه في الاخر برضه مثل هذه التصورات ومن مثل هذه التحوطات مطلوبه لحمايه المتظاهرين انفسهم ولان تسير عمليه التعبير بخط امن و يعني محفوف غير محفوف بالخطر. فبالتالي هذه التخوفات هي صحيح هنالك الان التجمع والخروج يعني متاح والكثيرين خرجوا ومشاعن بالماء الذي يمر على الشوارع الرئيسية يلحظ أعداد المشاركين وحركة الناس وهكذا، يعني لم تكن القفل بعد الكباري هي عائق أمام وصولهم، وحتى أنه يعني عدد منهم عبر هذه الكباري بالنسبة للمارة من الشرق النيل إلى الخرطوم بكوبري المنشية أو من أم درمان إلى الخرطوم عبر جسر السلاح الطبي. عضو تجمع المهنيين السوداني محمد العتيبي قال إنه لا يوجد سقف محدد للمطالب في هذا اليوم، وإن تمهيد الطريق للتحول الديمقراطي يحتاج إلى نفس عميق. يبقى السؤال هنا، هل اعتاد السودانيون المواكب وأصبحت جزء من الروتين؟ والله الآن حسب الشيء الذي نراقبه هنالك حراك طبيعي، يعني الحراك الجماهيري والحراك الثوري لم يعد بالنسبه للسودانيين شيء يعني مش من الشيء الاعتياد يعني، ومثل هذا الحراك ايضا يساعد على تقويم اداء الحكومه و تنقيه الممارسه السياسيه والممارسه الثوريه، فلا داعي هناك للخوف او للتهجس من هذه المواكب ما دامت هي تحمل شعارات تتحدث عن مطالب حقيقيه للشعب السوداني تعبر عن الشعب السوداني. لكن نحن محتاجين إلى دراسة جدوى هذه المواكب، هل هذه المواكب الآن بذات الزخم القديم عدد المشاركين هل هو في زيادة أم في قلة؟ البرامج والأفكار المركزية لهذه هذا ما ذهب إليه أستاذ العلوم السياسية الدكتور معتصم إبراهيم في قوله إن هذا اليوم أو يوم 19 سيكون قمة الحراك، لكن ربط تحقيق النتائج بهذا اليوم أو ربط لتحقيق النتائج في هذا اليوم، وهذا ما ذهبت إليه أنت أيضا، كيف تتوقع أن يكون الأثر لما بعد؟ طبعا التوقع أن تسير هذه المواكب و تؤكد على أن هنالك حراك وهنالك شارع رافض للاتفاق، شارع قوي ومؤثر وقادر على الحراك المستمر وقادر على الخروج باستمرار وخارج عن التعبير بمواقفه، ولكن في المقابل هنالك مشاريع أخرى تدعم الشراكة تدعم الاتفاق تدعم الانتقال الديمقراطي، تسير في اتجاه دعم الدكتور عبد الله حمدوك لإنجاز هذه المهمة، إذا كان ذلك عبر الإعلان السياسي الداعم لموقف الدكتور عبد الله حمدوك أو إذا كان ذلك عبر الممارسة الغير متجاوبة مع هذه المواكب. يعني أنت الآن تتحدث أن هنالك فئة كبيرة أيضا تدعم الدكتور عبد الله حمدوك، في مجموعة كبيرة من الشارع تؤيد ما ذهبت إليه مجموعة الميثاق الوطني، إذا نحن أمام قسم قابل على ثلاثة أجزاء، الجزء الآن الرافض للشراكة ورافض للاتفاق ورافض للحراك هو يعبر عن شعاراته ولديه مشروع، ولكن الإشكالية في أنه هذه المشاريع مرتبطة بإسقاط ما هو موجود، هذه هي الخطورة التي ذكرها الدكتور عبد الله
ذكرها عبد الله حمدوك في انه مثل هذه المشاريع تعيق التحول وتجعل البلد تنزلق وغيره من التخوفات اللي هو اوضحها. وعندما يتحدث رئيس الوزراء فهو يتحدث وفق لمعلومات وفق لقراءات استراتيجيه. فبالتالي الان المطلوب هو ان تجتمع هذه الثلاثه اقسام او الثلاثه اجزاء رئيسيه في طاوله واحده وتحاول ان تبلور مشروع وطني واحد ينطلق بالفتره الانتقاليه الى الامام حتى تقوم انتخابات وحتى نحسم الجدل حول الوضع السياسي للبلاد. ننتقل من تقرير صحيفة تيار 16 ديسمبر ومآلاتها إلى تقرير آخر بصحيفة الجريدة وهو أيضا مخصص ليوم 19 من ديسمبر بعنوان الحديد والنار تسير موكبا دعائيا بالدراجات لإحياء ثورة 19 من ديسمبر. ورد في التقرير أن مدينة عطبرة كانت تستخدم الدراجات الهوائية للتنقل كما هو معلوم طبيعة المنطقة وأيضا طبيعة سكان المنطقة والعمال والأوضاع الاقتصادية هناك. ما رأيك في اختيار الثوار للعجلات في رسم صورة دعائية للمواكب؟ طبعا هذه صورة معبرة وتشبه مدينة الحديد والنار، لكن كركساوي دعنا نتحدث عن جانب آخر وهو إن هنالك أصوات تتحدث إنه الحراك الثوري القديم والمتجدد لديه ارتباط نخبوي أو مركزي في الخرطوم المدن الرئيسية. يعني حتى إذا تحدثنا عن الخرطوم بنجد الحراك يتركز على في مناطق رئيسية موجودة في أم درمان، في بحري، في الخرطوم. يعني لا نجد أرياف الخرطوم، أرياف أم درمان تشارك في هذا الحراك. ربما هذه واحدة من نقاط ضعف الحراك في السابق وفي الآن. حتى عندما نتحدث عن عطبرة، دمازين، القضارف، نتحدث عن المدن الكبيرة، وهي حديث يعني لم يعني يطرح في كل فترة وحين إنه حركة الثورية ربما هي صحيح شارك فيها أغلب الشعب السوداني، ولكن حركة مرتبطة بالمدن ومرتبطة بالنخب، ولذلك حدثت إشكالية بينها وبين المكونات الاجتماعية في بعض أجزاء السودان، وبعض التيارات التقليدية الراديكالية داخل المجتمع، ونتيجة لذلك حدث الإغلاق في شرق السودان. نتيجة لذلك حاولت الحركات المسلحة الحركات الكفاح المسلحة أن تدخل عبر بوابة اتفاق جوبا وغيره. هذا يجعلنا أن نتحدث عن أهمية أن ينفتح الحراك الثوري ويكون برنامج الثورة شامل لكل أرياف ويعبر عن قضايا الأطراف وينفعل بقضايا الأطراف. لذلك كان هنالك حديث وعتب على الثورة عندما كان يتم تجاهل الألواح التي تزهق وتقتل في أطراف شرق السودان وفي النيل الأزرق وفي دارفور، ويتم الحديث عن ضحايا ثورة ديسمبر في العاصمة. هذا الأمر مهم وضروري، يتجاوز عمليات النقد وعملية إجراء نقد على العملية الثورية الموجودة، هو يجعلها تدخل في أخطاء متراكمة. وأهمية مثل التصالح مع هذه المواضيع وإجراء تجربة نقدية حولها يجعلها تشمل كل أطراف السودان، لأنه أصلا هي الثورة متجذرة في كل أطراف السودان، ولكن مركزتها في العاصمة في عطبرة في غيره هو الذي جعلها تبدو للبعض إنها نخبوية بذات السلمية التي تحدثت عنها. نعم. أيضا نذهب إلى اتجاه آخر، رفع الثوار شعار هذه الدراجة ما كانت يوما كلاشينكوف، طبعا في إشارة واضحة للسلمية. نعم. ابتداع ثوار لأفكار مختلفة تؤكد على السلمية، إلى أي مدى يوصل هذه السلمية من رسائل للحكومة بصورة كافية؟ السلمية كانت واحدة من أهم ملامح ونقاط القوة للثورة السودانية. إنها في حينما كان النظام السابق موجود بإعداده لمؤسساته العسكرية، كان الثوار يتحركوا بالهتاف ويملؤوا الشوارع بالهتاف كما هو معروف، يشارك فيها كل فئات الشعب الشباب السوداني. ولذلك كلما كان يتم الحديث عن الخوف من النماذج الموجودة في المنطقة العربية أو الإفريقية، كان الرد من الشارع انه الثوره سلميه، ليس فيها عنف، ليس فيها استخدام لاي شيء غير الهتاف والتعبير السياسي الحر.
لذلك استمرت فترة طويلة، ولذلك استطاعت أن تنجز ما لم تنجزه القوى السياسية مجتمعة ولم تنجزه الحركات الكفاح المسلح مجتمعة في فترة النضال. هي استطاعت أن بهذه السلمية أن تسقط النظام السابق، بهذه السلمية أن تحقق الانتصار، خصوصا وأنه هناك فئات شبابية ظلت متقدة وظلت لا يعرف إليها الإحباط طريقا حتى الآن 3 أعوام، وما يزال هم قادرين على الحراك. وده بخلي إنه أهمية الحديث عن هيكلة هذه الأجسام الشبابية مثل تجمع المهنيين واللجان المقاومة لكي تكون بالذات في ذكرى الثالثة للثورة، نحن أهمية أن نجري مراجعات على هذه الأجسام في أنها تبقى هي المعبر وهي البديل لكل الأحزاب والقوى السياسية التي لم تستطيع أن تجتمع على كلمة وطنية واحدة وتنجز مشروع وطني. زي ما تحدثنا أنه من 56 نحن قاعدين في نفس النقطة لهذا الوقت. إلى هذا الوقت في نفس النقطة، الخلاف والصراع والتشرذم والدوران حول الحكومات الحزبية والانقلابات التي تعقبها انقلابات. طيب أستاذ محمد إدريس، هل هذا النموذج يمكن أن يلقي استخدام الغاز الموسيل للدموع؟ أنا أتمنى أن وهو توقع أو ينبغي أن يكون الحراك الثوري معبر. وصحيح قد تكون هنالك استخدامات هي أجهزة الشرطة ترى أن ذلك الاستخدام هو استخدام وفق للقانون وهو المخول لها التعامل مع التظاهرات، ولكن ما دام التعبير سياسي الشباب خرجوا يحملون اللوحات والأعلام والتعابير الثورية فيجب أن يتم التعامل بطريقة حضارية، ويجب أن لا يسبب هذا التعامل أي أذى للجماهير. نتمنى ذلك. بعد الفاصل متابعينا سنتناول مع الكاتب الصحفي المحلل السياسي الأستاذ محمد إدريس خطاب رئيس الوزراء أو بيان رئيس الوزراء فيما يخص الاتفاق السياسي، تعثر وأمن السودان مهدد، لكن بعد الفاصل. من جديد في هذه الجولة، قبل أن نتناول خطاب السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، نشير إلى أن عددا من المتظاهرين عبروا الجسور بعد أن كانت مغلقة. ورحب بضيفي الأستاذ محمد إدريس، مرحبا بك من جديد. كيف تنظر لهذه الخطوة، عبور المتظاهرون إلى الجسور بعد أن كانت مغلقة، دلالاتها؟ صحيح، هي لها دلالات، إشارات أنه الأجهزة الأمنية تتعامل مع العراق الجماهيري بشكل معتاد ويعني جيد، ويشير لأنه هذه الخطوة تكررت في أكثر من حراك، أنه عبر المشاركون في هذه التظاهرات الكباري الموجودة إذا كان على مستوى أم درمان أو بحري إلا العاصمة، يؤكد انسياب الحركة بين الأجزاء العاصمة المختلفة وطبيعة السلمية التي تميز هذا الحراك وتعامل الأمني الجيد على الأقل مع هذه التظاهرات. الشيء الآخر الذي يجب الإشارة إليه في حراك اليوم هو إنه الحراك يبدو كبيرا ومنظما وفيه لافتات وشعارات تمثل أجزاء مختلفة من البلاد، ولاية نهر النيل وولاية الجزيرة، وتحمل إشارات بالإضافة إلى صور ولوحات شهداء الثورة على امتداد تاريخ الثورة السودانية منذ 3 أعوام وزيادة. هذه اللوحات موجودة، وأيضا الإعداد الجيد في الجوانب التي تتعلق بالاحترازات الصحية للكورونا من كمامات وتعقيم ومعقمات وهكذا. ننتقل لخطاب السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. الاتفاق السياسي تعثر وأمن السودان مهدد. قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إن الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعثر، محذرا من تراجع كبير في مسيرة الثورة يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها. وقال إننا نواجه تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة. ورغم ذلك لازلت أعتقد جازما أن الثورة يمكن أن تمضي بحزم وعزم إلى غاياتها بالسير في طريق الحوار والتوافق الوطني. سنقف
عند بعض ما قاله السيد رئيس الوزراء من محاولات أولا لحث الأطراف للجلوس لحوار شامل يفضي بتكوين كتلة وطنية من الذين يؤمنون بالتحول المدني الديمقراطي، لكن مبلغ الأسف أن هذه المبادرات جميعها قد تعثرت بالفعل المتمترس بسبب الآراء والمواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة. هل من سبيل لتغيير المواقف في هذا التوقيت بالرغم من الأمن المهدد وأيضا من تعثر الاتفاق السياسي؟ صحيح، يعني الرئيس الوزراء بخطابه هذا الذي أصدره في بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة دق ناقوس الخطر وتحدث عن أنه إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه لن يكون هنالك ثورة ولن يكون هنالك وطن، فهي بذلك تعطي إشارات لمدى التدريس الحزبي الذي تمارسه القوى السياسية، إذا كان القوى السياسية التي تم إقصاءها من المشهد مؤخرا أو تلك القوى السياسية الغير قادرة على بذل الفعل أكثر من القول، وهو موقف ظل الدكتور عبد الله حمدوك يعاني منه منذ بداية يعني إقناعه بتولي هذا المنصب الذي تحدث عنه بأنه لم يكن محفوفا وهو يعلم أنه ليس محفوفا بالورد ولا يبحث عن جاه ولا يبحث عن سلطة، لكن جاء نتيجة للاختيار الذي صممت عليه هذه القوى السياسية وجلست معه في أديس أبابا حينما كان في مهمته الأفريقية هنالك، وضغطت عليه واستجاب لهذه الضغوطات واستجاب للنداء الوطني التاريخي الذي كان يحتم عليه أن يستجيب، ولكن عندما أتى إلى البلاد يعني اصطدم بجدار المصالح السياسية المتنافرة بعد القوى السياسية التي تحس بأن ليس لديها جماهير وليس لديها إمكانيات غير أن تستغل هذه الفرصة، بعد المشروعات الأيديولوجية لهذه الأحزاب، بعد كثير من التقاطعات بالإضافة إلى التركة الثقيلة من النظام السابق والحكومة السابقة، كل هذه الأشياء والتعنت الكبير الذي تبديه بعض الأحزاب جعل الدكتور عبد الله حمدوك لوحده يسير في طريق محفوف بالمخاطر. الآن هنالك قوى سياسية أو هنالك شخصيات وطنية كبيرة الآن تطرح مبادرة إعلان سياسي بالإضافة إلى ما يمكن أن تطرحه مجموعة الميثاق الوطني وما يمكن أن يشكل. وعلى ذكر المبادرات، نعم، مبادرات كثيرة، لكن يبقى السؤال لماذا لم تنجح كل هذه المبادرات في الوصول لحل سياسي في السودان ولماذا تتعثر هي دائما؟ صحيح، هي قاعد تختلط بالأجندات وقاعدة مصالح حزبية ضيقة تحاول أن تنتصر لذاتها بالإضافة إلى التقاطعات التي ذكرناها، فضلا عن أنه الارتباط القديم لهذه بعض الأحزاب بالمنظومة الخارجية جعل من أجندات الخارجية تكون موجودة في المشهد، وبالتالي يكون المسرح السياسي السوداني مفتوح ومباح ومستباح من هذه المجموعات. كل هذه المشاكل شكلت تحدي بالنسبة للمبادرات، والتي يتحدث دكتور عبد الله حمدوك المبادرات التي طرحها هو نفسه في الملف الاقتصادي في الملف السياسي، وكان يتوقع من مجموعة القوى السياسية هذه أن تسنده وتشكل له دعم حتى ينجز الأفكار والمشروعات التي طرحها، ولكن للأسف الشديد الأجندات الحزبية والإشكالات الموجودة في هذه الأحزاب لم تسنده بخطة ورؤية واضحة، وثانيا لم تستطيع أن تتجاوز مصالحها وأجنداتها الحزبية لصالح مشروع الوطن ولصالح أنه المرحلة الانتقالية هذه يجب أن تدار بتيك مغرات بكفاءات بناس مستقلين غير محزبين يقودوا المرحلة الانتقالية، ومن ثم يتأسس المؤتمر الدستوري وتقام انتخابات، وعلى ذلك تكون الأحزاب بحسب أوزانها حسب جماهيريتها حسب العملية الديمقراطية. أغلب هذه الأحزاب لا تريد هذه الطريقة، والانتخابات تريد أن تستأثر بالفترة الانتقالية، تريد أن تجعل أن تصنع شيء في الواقع هو ما موجود عبر توظيف الفترة الانتقالية. أستاذ محمد، الانتخابات تحتاج لاستقرار، هل المشهد السوداني الآن مستقر لقيام انتخابات؟ يجب أن يعمل الجميع لإحداث هذا الاستقرار المطلوب، أن تنأى الأحزاب بنفسها من هذه الفترة الانتقالية وتترك المجال وتسند الدكتور عبد الله حمدوك لقيادة المرحلة
الانتقاليه مع مجموعه تكنوقراط يتم التشاور حولهم بمثل ما تحدث. يعني عندما سال الصحفيون للدكتور عبد الله حمدوك سالوه كيف ستختار الحكومه قال هو بابي مفتوح للجميع، يمكن ان التقي بكل الفعاليات المؤثره بكل المجموعات بكل وترشح هذه المجموعات من تراه مناسبا ومستوفي لشروط التكنوقراط. طيب على ذكر المشاورات، هناك مجموعه كبيره من قوى الحريه والتغيير رافضه لخطوه التوقيع بين حمدوك والبرهان، صحيح، ورافضه حتى للجلوس. نعم، تريد هي ان تعيد المشهد لما قبل 25 من اكتوبر، وهذا هو اس الاشكاليه. الان هنالك اجراءات اتخذت، هنالك تغييرات احدثت، هنالك مجلس سيادي تكون، هنالك الان اجراءات وقرارات اصدرها الدكتور عبد الله حمدوك في اطار ترتيب دولاب الدوله على المستوى المركزي والمستوى الولاية القومي. فبالتالي المخرج هو اسناد ودعم هذا الاتفاق حتى يكون مخرج، حتى يكون هو الحل الناجح لعدم استقرار العمليه الانتقاليه. ما الذي يجعلها غير مستقره؟ هو التجاذبات، محاوله اعاده الاحزاب التي تم اخصائها على المشهد، محاولة تعبئة الشارع، محاولة الخروج المستمر في هذه الطريقة. جملة الانزلاق نحو الهاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة، ما مدى خطورة هذه الجملة؟ وهل إلى هذه الدرجة الأمر خطير؟ طبعا إلى هذه الدرجة، هو رجل رئيس مجلس الوزراء ويدري ماهية هذا الحديث، ولكن أنا أفتكر أنه وينبغي أن يكون الجانب تحويل هذه المخاوف الى برنامج عمل. يعني بمعنى انه بدل ان نتخوف ونصدر تصريحات، يجب ان نعمل على ازاله هذه المتاريس والمشاكل التي تعيق اكمال الفتره الانتقاليه، بان يدير حوار مع هذه القوى السياسيه في انه يجب ان يلتزم الجميع باسناد الفتره الانتقاليه، وهو ردد هذا الحديث في خطاباته. ولكن للأسف الشديد زي ما تحدثنا أنه هذه القوى السياسية تريد أن ترجع الفترة الانتقالية من قبل قرارات 25 من أكتوبر، بفرض ضغوطات على مستوى الشارع، بتضييق الخناق على الحكومة، بفرض الأمر الواقع بالنسبة للشارع. وهذا معناه أنه بهذه الطريقة ستنزلق البلاد، ستكون كل الجهود موجهة إلى الاحتراز لهذه المواكب والتعامل معها وغيره، وبالمقابل يتم إهمال الجوانب المهمة في عمر الفترة الانتقالية، هو العمل والسير إلى الأمام والتعويل على الذات والتوجه إلى الإنتاج وغيره من أشكال التعاطي الإيجابي مع المشهد الذي يعطي استقرار للمشهد السوداني. بيانات وخطابات السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك دائما ما تجد الاهتمام، يعني سابقا اصدر بيان فيما يخص حاله التشظي والانقسامات في القوى السياسيه وفي السودان بصوره عامه، لكن ما بعد التغيير الذي طرا على المشهد السياسي من اكتوبر الى نوفمبر، هذا البيان الى اي مدى سيجد اهتماما، خصوصا ان فحواه يبلغ وينذر بالخطر فيما يخص امن السودان؟ صحيح، هو الجانب الحراك الموجود في الشارع هو غير معني وغير لا يستجيب لبيانات السيد رئيس الوزراء ولا يتعاطى معها، ولكن هنا يجب الحديث عن مجموعة العقلاء والحكماء في السودان وفي الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية عموما، أن توفر استقرار سياسي واستقرار يقود هذه الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، وذلك بالحوار مع المجموعة الموجودة في الشارع وبلورة أفكاره في مشروع وطني يشكل إسناد لهذا الاتفاق. ننتقل إلى جانب آخر مشاهدينا فيما يخص هذه الحلقة، ونتناول السودان بعيون العالم، من تصريح لوزير الخارجية ويصدر فيه بيانا في ذكرى ثورة الشعب السوداني، وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسائل للقادة العسكريين والسياسيين، حيث أصدر رئيس الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بيانا في ذكرى ثورة السودانية تحت عنوان إحياء ذكرى ثورة الشعب السوداني السلمية. وقال بلينكين: قبل 3 سنوات اتحد مواطنو السودان للمطالبة بوضع حد للقمع وبدء مستقبل ديمقراطي،
أظهر السودانيون من جميع مناحي الحياة وخاصة نساء وشباب السودان شجاعة كبيرة في النزول إلى الشوارع، دفع البعض حياتهم، ستظل شجاعتهم وتضحياتهم إلى الأبد مصدر إلهام لكل أولئك الذين يسعون إلى الديمقراطية. وأكد بلينكين أن الولايات المتحدة متضامنة مع دعوات ومطالبات السودانيين إلى انتقال بقيادة مدنية، وهو الطريق الوحيد لسودان مستقر وعادل ومزدهر وسلمي. نحث القادة السياسيين والعسكريين في السودان على الاستجابة لهذه الدعوات من خلال وضع مصالح البلاد فوق مصالحهم وإعادة الالتزام بروح الإعلان الدستوري للعام 2019. وطالب وزير الخارجية الأمريكي بضرورة تعزيز المؤسسات الانتقالية في ظل السلطة المدنية، وقال ينبغي رفع حالة الطوارئ. هذا جزء فيما يخص بعض ما ورد في البيان، ما هو رأيك فيه وتعليقك عليه؟ هو البيان الأمريكي المسؤول الأمريكي بلينكن يشير إلى شعارات الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي. يعني هذه هي الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز مصالحها ومهامها داخل إفريقيا. معروف في السودان، معروف أن السودان يحتل مساحة حيوية جدا في إفريقيا ومؤثرة، استقراره من استقرار المنطقة. هذه المنطقة تشكل المورد الرئيسي لكثير من الموارد الطبيعية التي تغذي الصناعات في عدد من الدول، وبالتالي في صراع نفوذ ما بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. على العموم الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مصالحها، تعمل على أن تكون موجودة في المعادلة السودانية ومن ثم المعادلة الأفريقية، خصوصا وأن هنالك اضمحلال أو قل يعني انحسار للنفوذ الأمريكي في هذه المنطقة، باعتبار أن الصين وروسيا، إذا كان روسيا عبر المفاعل النووية، عبر اتفاقيات الأمنية، اتفاقات التي لديها ارتباط بالسلاح والمفاعل النووية، الارتباط بالطاقة وغيره، بالإضافة إلى النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، كل هذه الأشياء المرتبطة بمبادرة الطريق والحرير والربط الأفريقي بالصين، الاستفادة من الموارد الطبيعية والتعامل الاقتصادي والديون والدعم الاقتصادي الكبير اللي بتقدمه الصين للدول الأفريقية. معروف هنالك منتدى إفريقي صيني يجمع هذه الدول، وهنالك زيارات متبادلة بين قادة هذه الدول إلى أفريقيا. بالتالي أمريكا تحاول أن تعيد عقارب الساعي للوراء، تحاول أن تضع أقدامها داخل القارة الإفريقية، ومن ثم هي تميل الأشكال الديمقراطية والحديث عن هذه القيم والمعاني، وللأسف الشديد هي المدخل لمصالحها. بالتأكيد هي تبحث عن مصالحها، بالتأكيد تبحث عن من يحاول أن يجعل هذه المصالح الأمريكية موجودة في المنطقة وأن لا تتأثر بالحركة السياسية الموجودة في المنطقة. هل ما جاء في البيان هل هو تضامن ونصائح مع رغبات الشعب أم أنها شروط لاستمرار التعامل والتعاون بين البلدين؟ هي الشيء الرئيسي هو المصالح الأمريكية واستمراريتها ووجودها في هذه المنطقة، خصوصا أنه بزراعات في منطقة إثيوبيا، السودان، الولايات المتحدة الأمريكية تأمل وتعمل على أن يكون السودان مستقر، وبهذا الشكل هي تدعم الفاعلين في المشهد السوداني، إذا كان هؤلاء الفاعلين هم قيادات عسكرية أو قيادات سياسية. فبالتالي هي تبحث عن مصالحها، هذا العنوان الأبرز. لكن داخل هذا العنوان هنالك عناوين هامشية تتحدث عن حماية الانتقال الديمقراطي، تتحدث عن الحفاظ على النماذج الديمقراطية في المنطقة، لأنه هذه هي اللغة التي تتحدث بها الولايات المتحدة على المستوى السياسي وللمحافظة على مصالحها. ينبغي رفع حالة الطوارئ، كيف تنظر لهذه الجزئية؟ طبعا يجب الحديث عن هذا الموضوع بجدية، أن ترفع حالة الطوارئ، والآن ليس هنالك ما يستدعي حالة الطوارئ. طبعا مرتبطة بتفعيل بعض المواد والموجودة في القانون التي تتيح للأجهزة الأمنية الاحتجاز والتفتيش وغيره، ولكن ربما البعض يربط بينها وبين حالة الطوارئ وبين
حالة الطوارئ، و في القانون توجد إعلان حالة الطوارئ هو يعني التدخل في بعض المواد التي تتيح للأجهزة الأمنية بالعمل أو وقف بعض المواد أو متى ما حست أن هنالك خطر في البلاد وغيره تتدخل عبر هذا البند. ولكن من الجدي الحديث عن إبطال هذه القرارات، لأنه الآن هنالك حديث واستجابة كبيرة للبنود المرتبطة بهذه إعلان الطوارئ، تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين و إجراءات إصلاحية فيما يلي حرية التعبير وغيره. طيب، عدد من الدول كانت تقف مع السودان من خلال الدعم وأيضا الحث فيما يخص الاستثمار في السودان بعد الثورة، لكن بعد الإجراءات التي قام بها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كيف ترى نظرة هذه الدول للسودان بعد ما جرى بعد أكتوبر؟ صحيح، هو ما جرى في أكتوبر صحيح أثر في جوانب اقتصادية وسياسية وأعطى إشارات لعدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد، ولكن يجب أن تعمل الحكومة بجدية في الأيام القادمة لاستقرار الأوضاع في السودان، إلى استكمال الهياكل السلطة، تكوين الحكومة المدنية من التكنوقراط، وإعطاء إشارات إيجابية حول استقرار الأوضاع وعودتها إلى ما كانت عليه وربما أفضل مما كانت عليه. ننتقل لعنوان آخر فيما يخص السودان بعيون العالم. يونيتي أمس تدعو قوات الأمن لاحترام حق التجمع السلمي. دعت يونيتي أمس قوات الأمن لاحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية تظاهرات التي انطلقت اليوم. وقال رئيس البعثة فولكر بيرتيس في تغريدة على تويتر عشية ذكرى ثورة ديسمبر 18 و2000، أتوجه بالتهنئة للشعب السوداني لما أثره من شجاعة وتضحيات لتحقيق تطلعاته نحو الديمقراطية. وأضاف: أحث قوات الأمن مجددا على احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. ما بين التهنئة والمطالبة لقوات الأمن باحترام حق التعبير، الآن موقف من يونيتي أمس كيف تراه؟ نعم، هو موقف يونيتي أمس يأتي في إطار مهمة عملها كبعثة سياسية وداعمة للانتقال الديمقراطي، بعثة أممية كما هو معروف، جاءت باتفاق مع الحكومة السودانية وتدعم الانتقال، وهذه من مهام عملها حماية العمل السياسي وحرية التعبير وغيره. وبالتالي، لكن أنا أرى أنه الأجواء التي سادت عقب التغيير التعاطي والأجهزة الأمنية مع الشارع، ملاحظ أنها تسير في اتجاه إيجابي، تتعامل مع هذه المواكب بروح وطنية عالية ولا يكدرها أي شيء. هنالك أحداث متفرغة ربما تقع من بعض المتفلتين وأيضا من بعض الذين يتعاملوا من الأجهزة الأمنية مع هذه التفلتات، فإذا هنالك صورة عامة وكبيرة في مواكب سلمية في تعامل جيد من الأجهزة الأمنية، ولكن هنالك استثناءات، هنالك أحداث معزولة، هنالك ممارسات محدودة، وهي بالتالي قد لا تحتاج الأجهزة الأمنية إلى توصية أو إشارة من يونيتي أمس بأنه كيف تتعامل مع المواطنين، ولكن في الآخر هذه مؤشرات من المجتمع الدولي أيضا تساهم في تطوير عملية التعامل ما بين الجمهور وما بين الأجهزة الأمنية، المنوط بها حماية أيضا المرافق الحيوية، حماية الأمن، حماية البلاد من أي أخطار تحدق بها. لو وقفنا فيما يخص الكتابة على مواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي، هل هي يعني معتمدة من خلال مراقبتكم وتقييمكم لها من جهات مختلفة سواء كانت محلية أو دولية أو فلنقل إقليمية؟ نعم، هل هي معتمدة فيما يدور لعكس ما يدور داخل السودان؟ وسائل الإعلام الجديد؟ صحيح، قد تكون هنالك إشاعات، إشاعات أو قد تكون هنالك شائعات يروج لها البعض في بعض المواقع التي لا تتحرى المصداقية، ولكن الغالب في أنه التناول الإعلامي في الوسائط الجديدة يميل نحو الموضوعية ونحو الحقيقة،
بالذات المواقع المعروفة والتي تتقيد بلوائح العمل وأعراف العمل الإعلامي والصحفي، ولكن قد تكون هنالك مواقع يديرها هو وتكون لديها إشكالية في الاستيصاغ من المادة الإعلامية وكذا، وتدخل في عملية الخلط بين ما هو مهني وبين ما هو غير مهني، فلذلك تبرز احيانا بعض التجاوزات هنا وهناك، ولكن في القالب العام هنالك مصداقيه للصوره، هنالك مصداقيه للمشهد، هنالك اعراف وتقاليد تضبط الخطاب الاعلامي ونقل المعلومات والميل الى عكس القضايا، وهنالك ايضا الان اهتمام كبير بالوسائط الجديده وهي تشكل المصداقيه وتشكل الفوريه التي يعتمد عليها كثير من جمهور وكثير من المتابعين، ومن خلال المادة الإعلامية يحصل الفيدباك والتواصل والتفاعل مع هذه المادة سلبا أو إيجابا بالتعليق بالإضافة بالحذف، وتكون العملية الإعلامية ذات نفسها داخل غرفة أو مطبخ إلكتروني متفاعل عكس الوسائل التقليدية اللي كانت مرسلة ولا تستقبل الفيدباك. طيب فيما يخص مواكب اليوم نرجع ونتحدث عنها، أبرز الرسائل التي يعني خرجت بها أنت على المستوى الشخصي. أنا الذي خرجت به أنه يوم 19 ديسمبر هو يوم للاحتفال ولمراجعة مثيرة الثورة أكثر مما أنه هو يوم يمشي في اتجاه آخر، يعني كان يجب أن يجلس السودانيين ويراجعوا مسيرة الثورة، نقاط القوة نقاط الضعف، في ماذا أخفقنا، في ماذا أنجزنا، ما هو المطلوب في المستقبل، كيف يتصور الناس المرحلة المقبلة من عمر الفترة الانتقالية، ما هي المعالجات التي يمكن أن تحدث. ولكن على العموم أن يأتي متزامن ذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة مع ذكرى استغلالنا الحبيب، والتي للأسف في بعض الأحيان غابت من المحتوى الإعلامي لهذا اليوم، ولكن في التأكيد اليومين عظيمين ولديهم مدلولات تاريخية كبيرة في كل بيت سوداني. أكثر الأشياء التي كانت يعني تقلقك وتثير مخاوفك؟ لا لم على المستوى الشخصي لم أكن قلقا بهذا اليوم، وأنا قدمت إلى الاستوديو من منطقة شرق النيل، عبرت إلى مدينة بحري ومن ثم إلى الشارع. كيف كان حالك؟ كان الحراك طبيعي، شاهدت شباب في أعمار متقاربة يحملون أعلام السودان، يحملون الرايات، يحملون صور الشهداء، يتجولون بكل محبة وريحية وسلام داخل شوارع مدينة بحري ومدينة أم درمان. التجاوب كبير ما بين الراجلين وبين الذين يتحركون بالمركبات، الكباري بعضها مفتوح، الأسواق بعضها مفتوح، والحركة طبيعية إلا من بعض إجراءات احترازية في بعض الكباري. أبرز اللافتات المحمولة من قبل المتظاهرين والتي يعني لفتت انتباهك؟ أغلب اللافتات تتحدث عن حكم مدني، تتحدث عن مطالبة بمدنية الدولة، تتحدث ب تطبيق شعارات ديسمبر المجيدة، تحمل شعارات تدعو إلى السلمية، تدعو إلى بناء السودان، تدعو إلى تعمير السودان، كل هذه الروح الشبابية الطواغة للفعل الإيجابي تحتاج إلى أن تتجاوب معها الدولة بشكل مختلف. في هذا اليوم وهذا التوقيت 19 من ديسمبر الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر، ماذا يستفاد؟ نستفاد انه تسير الدولة في اتجاه ايجابي، هنالك كثير من الاجواء السلمية وحرية التعبير، هنالك كثير من الواقع الذي لم نكن نحلم به لولا الثورة ولولا التغيير الذي حدث في البلاد، في انه يعني يختلف الناس ويتفقوا الجميع يعبروا عن ما في نفسهم، ولكن في الاخر هنالك شيء أساسي هو بناء السودان، سلمية الثورة، ديمقراطية الحراك، سلمية المطالب، تتباين وتذوب كل الشعارات وكل الانتماءات الإثنية والفكرية في هذا الهم الكبير وهو هم الثورة السودانية. بعد 19 ديسمبر يعني بعد هذا اليوم، هل تتوقع أن يستمر الحراك، أن تستمر دعوات لإطلاق مواكب من قبل لجان المقاومة أو الحرية والتغيير، أم ماذا سيطرأ على المشهد السوداني السياسي والاجتماعي؟ سيستمر لفترة طويلة هكذا أتوقع،
هنالك جداول لمتبقي شهر ديسمبر، وربما تصدر جداول أخرى لشهر يناير. ربما تحدث أيضا على أرض الواقع كثير من السيناريوهات والمعطيات، ربما تتغير الأحداث في لحظة بين لحظة وضحاها. كل الأمر متروك لإرادة الشعب السوداني ولجماهير الشعب السوداني، لكن أنا أركز على أنه العقلاء والحكماء من أبناء السودان يجب أن يجتمعوا إلى مشروع وطني واحد يجنب البلاد الانزلاق الذي ذكره الدكتور عبد الله حمدوك. كيف يتم التوافق على هذا المشروع الوطني في ظل التباين الكبير في المشهد السياسي؟ هو الآن يبدو عصيا هذا الاتفاق الوطني، ولكن أيضا دعنا نجعل من الاتفاق سيناريو وارد من ضمن السيناريوهات التي تحيط بالبلاد وبالثورة. أبرز ما يتحدث عنه الشارع الآن، ما هي المواضيع أو ما هي الأمور التي تشغل بال الشارع؟ هو الشارع منقسم إلى ثلاثة أقسام زي ما تحدثنا. قسم أول يطالب بدعم الاتفاق والبناء على ما تم الآن بين اتفاق الدكتور عبد الله حمدوك والفريق ركن عبد الفتاح البرهان، وفريق آخر يطالب هو مجموعة الميثاق الوطني تطالب بدعم هذا الاتفاق وتكوين حكومة تمثل الأطياف المختلفة وتستوفي إجراءات التكنوقراط والغير حزبيين. المجموعة الثالثة والأخيرة هي التي تطالب بإسقاط الشراكة وفضة وإسقاط الحكومة الموجودة والعمل على تقديم حكومة جديدة، وهو السيناريو الذي البعض يراه أنه غير عملي وغير جدي ويفتقد إلى الحصافة السياسية باعتبار أن البلاد خرجت من تغيير ولا تتحمل تغييرات جديدة. الآن هنالك توافق بين الدكتور عبد الله حمدوك والمؤسسة العسكرية لقيادة الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية. في هذا الظرف يمكن أن ينجز ما هو موجود في برنامج عمل الفترة الانتقالية، نؤجل البرامج الحزبية لقيام الانتخابات. الأحزاب ما المطلوب منها في هذا التوقيت خصوصا بعد التغيير الذي طرا على المشهد؟ الأحزاب مطلوب منها تتحلى بقدر عالي من الوطنية وتقدم الأجندة الوطنية على الأجندة الحزبية وتنفذ ما قاله الدكتور عبد الله حمدوك بالاستعداد للانتخابات. ومن المؤسف جدا أن تتحدث المؤسسة العسكرية ويتحدث الجماهير ويتحدث المجتمع الدولي كله عن الانتخابات وتحرب الأحزاب من قيام هذه الانتخابات أو الاستعداد لها أو مجرد الحديث عنها، بتعتبر هذا حديث من قبل التعقيد المشهد وغيره. الانتخابات عندما نتحدث عنها لديها متطلبات، متطلبات من قبل الحكومة، من قبل الأحزاب السياسية. في إلى الآن يوجد بعض الناس لا يدرون بكلمة معنى انتخابات. صحيح. تحتاج لتوعية، تحتاج لميزانية. تحتاج. هل المشهد الآن يتيح قيام انتخابات في موعدها؟ المشهد يتيح قيام انتخابات باعتبار أنه الآن الأطراف الموجودة في الحكومة ليست محزبة أو ليست لديها انتماءات حزبية. هذا يجعل طريقة الإعداد للانتخابات بمنأى عن أي تحيزات، يعني بمعنى أنه عملية الإعداد للانتخابات، التعداد السكاني، عملية الإحصاء، العمليات الفنية المرتبطة بالانتخابات يمكن أن تجرى في هذا الجو المثالي بالنسبة للأحزاب السياسية. في خبر أيضا، توجد مجموعة أستاذ محمد إدريس لا تهتم بمن يحكم السودان، لا تهتم بمقاعد تكون لديها متوفرة من قبل جهاتها. من هذا الخبر، هي تهتم بمعاش الناس، تهتم بالحياة الكريمة. من صحيفة السوداني توجد تحذيرات، أو من صحيفة الصحيحة عفوا، تحذيرات من حدوث ندرة في السلع وانعدام الأدوية. لماذا القوى السياسية والحكومة الآن لا تنظر لهذه الفئة؟ شوف، القوى السياسية للأسف الشديد غير مهتمة بأمر معاش الناس، وعندما كانت لها الفرصة في أنه تقدم عبر الحكومة السابقة لم تقدم شيء، اعتمدت على الإعانات من الأجسام الإقليمية فضلا عن تحرير سياسة تحرير الاقتصاد حتى تحصل على مساعدات من صندوق النقد الدولي. هذا الأمر أضاف عبء كبير على المواطن السوداني عندما تم تحرير الأسعار، عندما انسحب الدعم الحكومي من الوقود ومن الخبز ومن القمح ومن غيره. فبالتالي اهتمامه كان بسيط وضعيف جدا، كانت بتنظر إلى
قضايا سياسيه اخرى من هي من في قمه اشتغالاتها تتعلق حتى في موضوع تحقيق العداله لم تستطيع، حتى في لجنه ازاله التمكين كانت هنالك اشكاليات حقيقيه في عمل هذه اللجنه، وسبق ان صدرت احكام من محاكم صوبت هذه الاخطاء التي ارتكبت. فبالتالي ندره السلع الان سبب الرئيسي هو الاغلاق الذي تم للموانئ في الفتره السابقه، إضافة إلى من قبيل الاحترازات للأوضاع الغير معلومة والمبهمة. أحيانا البعض يقوم بتدبير وتوفير وشراء السلع بشكل يتجاوز الاحتياج الطبيعي، بالتالي تحصل هنالك طلب كبير على السلع الموجودة. هذا فضلا عن الحديث المتكرر عن ميزان التجاري المختل في السودان، وأعني بذلك زيادة الواردات أكثر من الصادرات، باعتبار أن هناك إشكاليات تتعلق بتصدير الثروة الحيوانية، تتعلق بتصدير السمغ العربي والموارد الاقتصادية الأخرى، واستيراد عالي للسلع الأخرى التي يستوردها السودان بما يعادل مليارات الدولارات. هناك أكثر من فجوة كبيرة تتجاوز 50% من حجم الصادر والوارد، هذه أيضا تسبب ندرة للسلع الاستهلاكية، فضلا عن أنه هنالك إشكاليات تتعلق ببيئة الصناعة في السودان وتوقف كثير من المصانع في السودان العاملة التي توفر الاحتياجات المحدودة. إذن هي تحديات كثيرة وكبيرة. نعم. سنتواصل معك أستاذ محمد ومع مشاهدينا في هذه الحلقة بعد فاصل إعلاني، ومن بعده نعود ونتواصل في هذه الحلقة المختلفة من بعد الطبع. مرحب من جديد، مستمرين معكم متابعينا في هذه التغطية الحية والمباشرة من داخل استديوهات قناة النيل الأزرق في هذا النقل الحي والمباشر من خلال برنامج بعد الطبع. والآن توجد مستجدات فيما يخص دخول ثوار واقتحام محيط القصر الجمهوري بالخرطوم، وأيضا دعوات لاعتصام مفتوح. هذه مستجدات جديدة طرأت على المشهد السياسي فيما يخص الدعوات للتوجه للقصر الجمهوري. معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى الضو. مرحبا بك من جديد ومرحبا بك مرة أخرى. أهلا بك، حياك الله عزيزي، والتحية لك وللمشاهدين الكرام. ولك أيضا. الثوار يقتحمون محيط القصر، كيف تنظر لهذه الخطوة وأيضا من الدعوات لاعتصام مفتوح؟ أنا أعتقد التطورات جاءت متسارعة جدا جدا خلال الساعات الماضية، وهذا التطور الجديد يحتاج إلى قراءة سليمة لما يحدث في الشارع، لما يحدث في أرض الواقع. وأعتقد أن الرؤية السليمة هي أن يتم التعامل بجدية مع ما يجري على أرض الواقع، باعتبار أن هذه الجموع الهادرة والثوار، الجموع الكبيرة التي احتجت حول القصر، قد تحدث ما لا يحمد عقباه إذا لم يتم التعامل مع هذه التطورات بواقعية وبرؤية يعني تجنب البلاد الكثير من المآزي. يبقى السؤال هنا، كيف سيتم التعامل معهم؟ أعتقد لابد للآن، يعني أنا أعتقد أن التعامل حتى الآن التعامل من ناحية أمنية تعامل يتوافق مع ما يحدث، ولإزالة الاحتقان السياسي لابد من اتخاذ إجراءات سياسية متوقعة يعني في القريب العاجل تعالج مثل هذه الإشكاليات. يعني الثوار الآن هم على إصرار واضح وتام يسيروا إلى النهاية، بس ما في حد الآن بيقدر يتخيل أو يتوقع عنه إلى أين ستقود هذه التطورات ما لم يكون هنالك معالجة ورؤية سليمة من القيادة السياسية الحالية لتجنب أي انزلاق أمني أو عدم استقرار سياسي يقود إلى ما لا يحمد عقباه. إذا يعني لا سمح الله تم التعامل بعنف مع المتظاهرين، إلى أين سيتجه المشهد؟ خصوصا وأن يعني شهدنا في الأيام السابقة اعتصام في القصر الجمهوري تم التعامل معه بصورة جيدة. نعم، هو يعني المشهد مفتوح لأي شيء متوقع، يعني
بالذات في ظل الركون السياسي والاحتقان السياسي الحاد الموجود الآن على الساحة. البلد الآن أو الوطن الآن يحتاج إلى تعامل يرتقي إلى ما وصلت إليه من مراحل خطيرة جدا جدا. أنا أعتقد الآن من يوم 25 أكتوبر وحتى الآن يعني في نوع من الجمود السياسي، في نوع من الجمود في الساحة السياسية بالذات في القيادة، أنه كانت هنالك تعهدات كثيرة بأن يتم تشكيل هيئة الفساد، بأن يتم تشكيل المجلس التشريعي، بأن يتم استكمال المجلس السيادة، بأن يتم تشكيل الحكومة. كل هذه الأشياء البلد الآن تسير بدون أي منظومة قانونية أو منظومة حكومية تسير البلاد. هذا خلق إشكاليات كبيرة جدا جدا في ظل التجاذبات بين الأحزاب أو بين الفئات السياسية والنقابية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني في كل أنحاء البلاد. يعني تطور الآن الوصول إلى القصر الجمهوري تطور خطير جدا جدا، يذكرنا بمحاولة اقتحام القيادة العامة وما حدث من بعدها. يبقى هنا السؤال، نعم، ما بعد اقتحام القصر الجمهوري والدخول في القصر ومحيطه، يبقى السؤال، نعم، كيف سيتم التعامل؟ هذا هو السؤال الأبرز. وأيضا ما هي المطالب وإلى أي مدى ستجد الاستجابة؟ كل هذه أسئلة الآن مفتوحة. هي صوت الشارع واضح جدا جدا، يعني هنالك يعني مطالب واضحة ومحددة من الشارع منذ أكثر من شهرين أو قرابة الشهرين، واضحة ومحددة أن الحكومة الموجودة حاليا أو التي ستشكل حكومة مرفوضة باعتبارها أنها جاءت فوقية. الشيء الثاني، الحركة بتاعت 25 أكتوبر كانت تعتبر من الجانب العسكري حركة تصحيحية فيما يرى السياسيون والشارع بأنها حركة انقلابية. هذا خلق يعني تجاذبا حادا بين الشارع وبين القيادة الموجودة عليه. أنا أرى أن القيادة العسكرية بالذات الموجودة حاليا في سدة الحكم إذا لم تتعامل بحكمة وحنكة واضحة فإن الانغلاق في الأفق السياسي سيظل مستمر وستقود إلى مآلات قد لا يحمد عقباها. بس البلد مفتوحة والاحتمالات كلها مفتوحة إلى أشياء كثيرة جدا. أستاذ مصطفى، يعني أنت تعلم جيدا أن الشارع الآن مطالبه هي واضحة للعيان وللجميع، وجزء، نعم، كبير من الشارع هو رافض لما تم ما بعد 25 من أكتوبر حتى اتفاق السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إضافة لأنه القادة العسكريون هم أيضا صرحوا بأن لا رجعة للوراء، يعني لا يمكن العودة إلى ما قبل 25 من أكتوبر. ما الحل إذن؟ الحل هو أصلا الطرفات، يعني الطرفان يظلا يرفعان سقف الادعاء فيما يقولون. يعني الجانب العسكري بيقول أنه لن يتراجع عن قرارات 25، الشارع في نفس الوقت يرفض هذه القرارات، وتصاعدت مطالب الشارع بين ليلة وأخرى وبين وقت وآخر، يعني وصلت للسقف الأعلى لأنه القيادة الموجودة حاليا تتنازل عن الحكم. هذا أقصى ما يمكن أن تصل له الثورة حاليا أو الشارع. وهل يمكن ذلك أو تتوقع ذلك؟ كل شيء متوقع، يعني كل شيء متوقع. أنا أعتقد أنه الآن هنالك حتى الآن التعامل مع ما حدث الآن على أرض الواقع، أنا أعتقد أنه تعامل فيه نوع من المرونة، فيه نوع من الإحساس بأنه الوضع خطير جدا جدا. إذا لم يتم التعامل معه بحكمة وروية قد تحصل يعني الكثير من التعقيدات في المشهد. فهذا الأرض مؤشر بأنه قد تحدث خلال الساعات القادمة تطورات تقود إلى حلحلة للشيء الموجود. واعتقد تقود الى ماذا؟ عفوا لم اسمعك جيدا. ايوه، اعتقد التطورات تقود الى ماذا؟ تقود الى حلحلة يعني الاستجابه لحل وسط او القبول بحل وسط
يستجيب لجزء كبير جدا من نداء الشارع او من متطلبات الشارع الحاليه. تتحدث إذن عن تنازل، من الذي سيتنازل؟ لا بد من تنازل من الطرفين، يعني انت في النهايه ترفع السقف الاعلى والطرف الاخر بيرفع السقف الاعلى بيتمسك بحاجاته وبشروطه. لا بد من تنازل، لا بد من حل وسط. اذا لم يتم تنازل فاذا في النهايه ستصل البلاد الى مراحل اخرى، قد تصل الى تدخل قوات القوات الامنيه او الى تدخل الجيش او الى تحركات غير محسوبه قد تقود الى اشياء اخرى، ونتمنى ان لا تحدث ذلك. الان كل يعني الحبال موجوده في يد الاطراف المعنيه. الشارع لن يتراجع، هذا شيء واضح، لن يتراجع الى ما وصل اليه. الاستجابة لمتطلباته الأساسية شيء مطلوب، مخاطبة هذا الشارع في متطلباته مطلوب في هذه المرحلة لمعالجتها بروية وبحكمة وبحنكة دون استبعاد أي جهة كانت. من خلال يعني رؤيتك وأيضا استماعك لمطالب الشارع، هي مطالب بلا شك عديدة ومشروعة أكيد، كما هي يعني من خلال المطالبات المتكررة والمواكب. ما هي أصعب المطالب المقدمة من قبل الشارع؟ هي في ظل التعقيدات الموجودة حاليا ممكن تقول أنه المطالب يعني فيها أشياء قديمة أصلا، يعني لم تتحقق ولم تمشي فيه، لم تنجز فيها خطوات تؤدي إلى إزالة الاحتقان الموجود في نفوس في نفس الشارع. مثلا قضية الشهداء، يعني هذه من القضايا المهمة جدا جدا، ظلت معلقة ومجمدة لمدة سنتين ونصف. صحيح، ملف العدالة لم يحرك فيه ساكن. نعم، هنالك قضية السلام، رغم أنه تم اتفاق سلام إلا أنه على أرض الواقع لم يتم تنفيذ الشروط والبنود الموجودة في اتفاقية السلام، بما فيها دمج القوات الحركات المسلحة في الجيش، كثير من المعاليات المتعلقة بالسلام لم يتم تنفيذها. النزاعات التي كانت مؤخرا في جبل مون طبعا. بالضبط، يعني الشيء اللي حصل، بل حصل انه السلام للاسف يعني السلام كان مكتوب كتابة بين قيادات الحركات، لكن على ارض الواقع لم يكن موجود في دارفور اللي هي المعنية اصلا بهذه الاتفاقية، هي مناطق غرب السودان معنية بهذا الاتفاق، إلا أنه السلام لم يتحقق. ده برضو أدى إحساس وفقدان الثقة بين الشارع وبين السلطة القائمة سواء كانت مدنية أو عسكرية. أستاذ مصطفى الضو، شكرا جزيلا لوجودك معنا. تسلم، شكرا لك، وهذه الإفادة المهمة فيما يخص تطورات الأوضاع ودخول المتظاهرين إلى القصر الجمهوري. هذا السيناريو كان متوقع في مخيلة من يؤمنون بتحول الديمقراطي، وأيضا كان بعيدا على الذين دعونا أقول لا يؤمنون بتحول الديمقراطي، إنجاز التعبير، وهذه المطالب لن تحقق. لكن للشارع كلمة يقولها دائما ويؤكدها دائما من خلال المواكب التي انطلقت في الأيام وأيضا الشهور الماضية والجدول التصعيد الثوري. المواكب لم تأتي من قبل الحرية والتغيير هذه الدعوات فقط، بل أتت حتى من لجان المقاومة. بالمقابل المشهد السياسي الآن السوداني يوجد من يؤيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والشارع طبعا رافض، والمطالب واضحة من خلال المواكب، لا للتفاوض ولا حتى للشراكة. يبقى السؤال المهم، كيف سيتم التعامل مع المتظاهرين الذين اقتحموا القصر الجمهوري وفي محيطه؟ أشرت في بداية حديثي إلى أن مجموعة الميثاق الوطني كان لديها اعتصام في محيط القصر الجمهوري، تم التعامل معه بحكمة
كبيرة ولم يفض، وأيضا لم يتم التعامل مع المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. يبقى السؤال الأبرز هنا، كيف سيتم التعامل مع الآن هم في محيط القصر الجمهوري؟ المشهد السياسي السوداني معقد، المخاوف كانت كبيرة من هذا اليوم، لكن يعني الحمد لله إلى الآن لم ترد أخبار عن إصابات أو استشهاد أحد، فهذه محمدة ونتمنى السلامة للجميع. هذه الحلقة استثنائية، تناولنا من خلالها جوانب مختلفة ل 19 ديسمبر ومآلات هذا اليوم، وأيضا السودان بعيون العالم من خلال الاهتمام الكبير من قبل فولكر بيرسيس إضافة لأشخاص آخرين. استضفنا داخل الاستوديو الكاتب الصحفي محمد إدريس، وكان معنا عبر الهاتف الأساتذة رئيس تحرير صحيفة تيار الباشمهندس عثمان مرغني، وأيضا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى الضو، وتناولنا من خلالها جوانب مختلفة. وقفنا عند أبرز ما جاء من عناوين رئيسة في بعض الصحف، وأبرز المخاوف كانت من أن يتم التعامل مع المتظاهرين بالغاز المسيلة للدموع. وأيضا نشكر جزيل الشكر الأستاذ عثمان مرغني الوجود معنا مرة أخرى عبر الهاتف. أستاذ عثمان، هناك مستجدات جديدة، كيف تنظر إليها؟ نعم، أعتقد الآن ما كل الثوار وصلوا إلى قصر الجمهوري، وهو كان الهدف الأساسي الذي كان من البداية مستهدفا بهذه المليونية، وأصبح عمليا هناك واقع جديد. يعني أعتقد الآن قوية الصفحة، وهناك صفحة جديدة تفتح ربما بعض زمن قليل الآن. أعتقد أن هناك متغيرات كبيرة تعيد تصحيح الأوضاع. دلالات هذه الخطوة أستاذ عثمان؟ ما أفضل، البلاد وصلت مرحلة انسداد سياسي كامل، يعني لم يكن هناك في الإمكان أن تستمر الأحوال على ما هي عليه. يعني أكثر من شهرين بدون حكومة، وأوضاع متردية اقتصاديا، مزيد من الضغوطات، وعودة ل العزلة الداخلية التي كانت قبل سقوط السابق. كل ذلك أدى لأن يكون هناك وضع جديد يتطلب تغيير أو تصحيح المسار. الآن أعتقد الآن الذي يحدث هو تصحيح حقيقي للمسار، وإعادة تشكيل الوضع بأمر الشارع، لأن الآن الكلمة في الشارع، الكلمة عند الشعب السوداني. طيب، أبرز المخاوف، يعني أسأل أنا، وأيضا سألت قبل قليل أستاذ مصطفى الضو فيما يخص كيفية التعامل مع المتظاهرين، كيف ستكون؟ لحسن الحظ اليوم كان التعامل جيد، أنا أعتقد ما عدا بعض الأماكن القليلة التي استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدماء، لم هناك إصابات حتى الآن بصورة واضحة. أنا أعتقد التعامل كان جيد، واستجابة السلطات في أكثر من مكان لرغبة الجمهور، وفتحت المعابر وفتحت الكباري، كوبري المياه الأبيض وكوبري المكلمي وكوبري المنشية، وسمح للشباب بالحركة بصورة عادية. يعني ما كانت، لم يكن هناك تهديد مباشر، وليست حتى الآن لم نسمع بدماء سالت. أنا أعتقد التعامل كان جيد، ولو كان التعامل من البداية بهذه الصورة أنا أعتقد تجنبت البلاد من كثير من السيناريوهات، لأن في النهاية هؤلاء المتظاهرون سلميون إلى أبعد مدى، ويطالبون بمقالب سلمية ومشروعة جدا. فحتى هذه اللحظة يقفون أمام بوابة القصر الجمهوري، لكن بمنتهى النظام بمنتهى الاحترام. كثير من الأماكن الحساسة لم تكن هناك شرطة لتحميها، كان هناك الثوار. يعني مثلا عمارة الذهب في قلب السوق العربي، وهي منطقة يعني اقتصاديا فيها كثير من الحساسيات والتعقيدات. ذكرت أن هذا الأمر هو بداية لصفحة جديدة، ماذا تقصد؟ نعم.
اعتقد ان يوم 19 ديسمبر 2021 لن يكون كبقيه الايام، يعني ما قبله وما بعده سيختلف تماما. لابد ان يكون هناك متغيرات حقيقيه تعيد تصحيح الاوضاع. طيب على ذكر هذا المشهد، يعني الالتحام واضح في بعض الصور، التحام المتظاهرين مع الجيش من خلال الصعود على مركباته، إن دل هذا إلى ماذا يدل؟ هل هذا المشهد هو متكرر من خلال سيناريوهات كانت سابقة في ظل مشهد القيادة العامة؟ هذا هو الوضع الطبيعي طبعا. يعني تكرر في واحد في سنه في اكتوبر 64، تكرر في ابريل 85، تكرر في ابريل 2019. الجيش له مكانه خاصه جدا عند الشعب السوداني، وعندما تحدث كل المطبات السياسيه والتاريخيه دائما يلجا الشعب للجيش. عندما ذهب الى القياده العامه في 6 ابريل 2019 كان يدرك انه يحتمي بجيشه وانه يطلب من الجيش ان يحفظ البلاد. يعني انا اعتقد ان هذا هو الوضع الطبيعي، وكان يجب ان تستمر هذه العلاقه بهذا المستوى. يعني لم يكن ابدا من الحكمه ان تحاول اي جهه التلاعب بهذه العلاقه بين الجيش والشارع، وان تحاول دائما ايجاد نوع من الكراهيه بين القوات النظاميه جميعا وليس الجيش. يبقى يبقى السؤال هنا، كيف يعني سيتم او ما هي الوسائل المساعده لرجوع العلاقه بين المواطن والاجهزه الامنيه المختلفه؟ يعني انا اعتقد الجيش الان من الممكن ان يصحح هذا الوضع بان يظل الجيش هو الحامي والحارس للبلاد، وهو الحامي للدستور، هو الحامل النظام الدستوري الموجود الذي يعني يفرضه الشعب السوداني، وان يظل بعد ذلك علاقه الجيش، معادله الجيش في السلطه، معادله دستوريه منصوص عليها في الدستور ومتفق عليها، ان يظل الحكم المدني بصوره كامله، ويظل الجيش هو الراعي للدوله الحارس لها الذي يعني يضمن استمرار النظام الدستوري دون ان يتعرض لاي مخاطر من اي او مغامرات من اي جهه. انا اعتقد هذه العلاقه المستمره، وهذا ما متاكد، انا اتاكد تماما ان هذه رغبه الجيش السوداني، ان يكون هو حارس للبلاد وليس حاكما للبلاد. الاحزاب بعد هذه الخطوه، ما المتوقع منها؟ وما الذي يمكن ان تقوم به؟ اتوقع ان تصدر قرارات بعد قليل. ممن تحديدا؟ ما خلينا نترك هذا، يعني ليستمتع الناس بالحلقه الاخيره في المسلسل. دائما عندما يكون هناك مسلسل يفسد الشرح، ما يحدث في المسلسل يفسد البهجه والمفاجاه. اتوقع ان تكون هناك قرارات بعد. الامر اذا كان مبهجا فدعنا نبتهج سويا. يعني لا، ما خلينا نترك المساله بعد كده لوقتها. هي كلها ساعات قليلة إن شاء الله. طيب الآن في ظل هذا المشهد، وأنت يعني ملم بتفاصيل التعقيدات الحقيقية بين الأحزاب، كيف يمكن يعني تشكيل حكومة تكنوقراط إن صح التعبير في الأيام التالية؟ السيناريو الأبرز المتوقع في ظل التعقيدات، وختاما دلالات هذه الخطوة مجددا على تغيير إن صح التعبير في المشهد السياسي السوداني؟ ما للأسف دائما هو الشعب يقدم التضحيات ويتعب ويقوم بالثورات، ثم بعد ذلك يأتي الساسة وتفضح المحاككة في حكومة التقنقراط وحكومة أحزاب وحكومة الساسة والمعادلة المكررة التي تحدث كل فترة. للاسف الشديد مثل هذه السيناريوهات هي التي دائما تضيع الثوره التي يقوم بها الشعب وتصفيات الشباب. نتمنى هذه المره ان تصح الاوضاع بصوره لا تستعيد مره اخرى اخطاء الماضي والتجارب الفاشله التي عانينا منها كثيرا منذ عشرات السنوات. استاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفه تيار، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الجوله لاكثر من مره. مشاهدينا مستمرون معكم بعد الفاصل في ظل المتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي السوداني. بعد الفاصل نعود ونتواصل.